السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوال ديالكم طيبه وصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا، طيحتي على بالكم شنو غنعملوا اليوم؟ غنحضروا براوني بالبطاطا الحلوه. البطاطا الحلوه نقدروا بها نعدلوا احسن براوني في العالم. اذا نبداو ان شاء الله. هنا اول حاجه عندي واحد 5 تمرات طحنتهم، حيت ما غاديش نستعمل السكر، يعني عطيونا شويه ديال الحلاوه. عندي هنايا حبه كبيره ديال البطاطا الحلوه، قطعتها وسلقتها شويه في الماء، يعني طيبناها شي حاجه في الماء. هنا عندنا الكاكاو باودر، يعني بودره ديال الكاكاو، لي 100% كاكاو، ماشي ما فيهاش السكر، ماشي حلو. هاي تما لا مارك اللي استعملت هذه. هذه عطيت منها 2 ساشي، استعمل 2 ساشيات منها. هنا عندي كوب واحد ديال الدقيق اسمر والدقيق الكامل، معاه معلقه ديال خميره الحلوى. تقدروا تعملوا حتى دقيق الشوفان الا بغيتوا، ولا دقيق اللوز، ولا اي دقيق كتبغيتوه. هنا عندي 2 معلقات كبارين ديال زيت الكوكو، بغيتوا تستعملوا زيت الكوكو استعملوه، بغيتوا تعملوا زيت نباتي تو ممكن تستعملوه، كاين حتى شي مشكل. هنا عندي شويه ديال قطع ديال الشوكولاته الداكنه حتى هي، وكنستعمل اللي كيكون فيها 72%، يعني الشوكولاته كحل الشوكولا نوار، شحال ما كانت البورسونتاج ديالو ديال الكاكاو الزايده فيه شحال ما كيكون حسن، يعني دائما نشوفوا اللي هو اكثر من 50%، انا كنستعمل ديال 72%. عندي هنا 3 البيضات، و غنعمل شويه ديال العسل، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال العسل. بدا نبداو اول حاجه، بعدا غنطحن هاد البطاطا، نطحنوها مزيان باش كترجع تبقى جيده صحيحه. نقدروا تبعسوها بيدكم ودبعسوها بفرشيطه بيدكم وتزيدوا عليها جميع المقادير. انا خلطتو شي مايه مره دونك هي من بعد ما طحنتها، يعني حتى كترجع عجينه، غادي نزيد عليها المقادير ديال الاخرين. قلنا غادي نزيدو 2 معلقات ديال زيت الكوكو او زيت زيت نباتيه، ماشي مشكل، اي زيت عندكم استعملوها. وغادي نزيد العسل، ما تقدر تزيدو شحال ما حتجتو شحال ما بغيتو ديال العسل، على حساب الحلاوة اللي كتعجبكم. وانا عزيزة واحد المعلقة تكون كبيرة شوية عامرة صافي، باش متجيش حلوة بزاف عاد. انا دابا ما عنديش بزاف مع الحلاوة، قدشي عندي معاها بزاف، يعني كنقدر ناكل حاجة مسوسة ما ديرونجيني شي مرة. وطبعا كيبقى كل واحد على حسب ذوقو، على حسب الرغبة ديالو. غادي نضيف كذلك البيض، غادي نزيد البيضات، ملي نجمعو كلشي مرة واحدة وغادي نخلط. نتوما تقدرو تعملو هادشي بيدكم، يعني دمعسو، قلت كيما قلت دمعسو البطاطا، ومن بعد تقدرو تضيفو عليها المقادير الأخرى، وخلطوها بيدكم بالخلاط باليد، ماشي مشكلة. هو الخليط من بعد ما خلطنا، قلنا بطاطا حلوه مع البيضات وزيت الكوكو، دابا غادي نزيد عليها
كاكاو بودر يعني بودرة الكاكاو. غنكمل بيدي دابا ماشي مشكلة. غادي نسمد هاد الكاكاو، غزالة بزاف كتحمقني، حسن من الآخر اللي كنعرفو حنا دائما حلو. هذا كتحس بالنسمد الكاكاو تبصح. كتر المذاق ديالو كيكون مجهد بزاف، مزيان زعما يعني كيعطيه واحد المذاق واعر. باش نقول لكم على رائحه طالعه كتحمق، والله الا كتحمق. صافي وغادي نزيد الدقيق. قلنا هنا عندي كاس مع معلق ديال الخميره. صافي دابا غادي نزيدو عليها هاد القطع دابا. غنجيب المول اللي غادي نطيبو فيه، نغطيو شوية تا هو تزيد الكوك باش ما تلصقش. صافي ونعملو هكا، ندخلو هنا الفران. صافي دابا بغيتو تزيدو لها من فوقي حبيبات الشوكولا زيدوها، واش تخليوها هكذا تخليوها هكذا. انا نكتفي بها بهذا القدر هذا، غندخلها الفران ومن بعد نجي نوري لكم كيفاش جات في الاخر. اذا ها هي من بعد ما طابت خرجناها من الفران، خليتها حتى بردت مزيان. دابا غادي نقطعوها ونشوفوها كيفاش جات. غنشوفو غير الشكل ديالها كيف بان، كيف كيجي بينا عندكم زيونه. نقطعوها للحجم اللي بغيتوه. شوفوا كيفاش جات من الداخل. هانتوما شوفوا كيف جات، كتجي معسله
تجي مع السلة والقطبة. دوك نقيس ونشوف كيفاش المذاق ديالها كيف عامل. بسم الله. جات واعرة واعرة بزاف. شوفوا من داخل كاعنا صراحة غزالة جات. ناقصة شوية في الحلاوة، أنا بالنسبة لي مزيان، ولكن اللي بغا يزيد الحلاوة يا إما يزيد الكاكاو ولا يزيد السكر ولا العسل. وبالنسبة اللي عايز يستعمل الدقيق الكامل ما يعملش كاس كامل، ينقص منه شوية حيت كيشرب. هي شحال ما بقات، شحال ما بقات رطبة يعني كتكون شوية معسلة، شحال ما كتكون حسن. حقت هكذا جات مزيانة، سي تخي بيان، شفت كتحمق. وقيلا غادي نكمل الطرف كامل دابا. اذا نخليكم بعد، مع بعد نعطيكم السعرات شحال فيها تقريبا، شحال يكون فيها ديال السعرات وصافي. هذه اللي كنتمنى تجربوها وتقولوا لي كيف جاتكم، نتمنى تعجبكم، ونتمنى يكون هذا الفيديو اليوم يعجبكم والصحة والراحة وإلى فيديو آخر إن شاء الله يا ربي. وما تنسوش تعملوا لي جيم وتشتركوا في القناة ديالي وبرتجوها مع صحابكم طبعا إذا كنت عجبكم.